بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. بيّن الله سبحانه وتعالى عاقبة المعركة بين الإيمان والكفر دائما: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا في الدنيا يتحسرون أولا، وتأمل ثم التي فيها تراخي، فسوف يقع ذلك عبر مدة من الزمن، الحسرة التي تحصل لهم لأن ما أرادوا من الصد عن سبيل الله لا يأتي بنتيجة، تأتي نتائج عكسية، يتوهمون أنهم يحققون ما يريدون، وإذا بالأمر يحصل بالعكس، يفاجؤون بأن الإسلام ينتشر ويزداد ظهورا. وكفى بربك هاديا ونصيرا، يزداد اهتداء الناس بالإسلام، وينصر الله عز وجل أولياءه، وينصر دينه ويعليه، فيتحسر الكفار ثم يغلبون. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، بعد مدة من التحسر على عدم تحقق النتائج والرغبات الفاسدة تحصل الهزيمة الكاملة والعياذ بالله، ثم يغلبون. وفي الآخرة: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا قدر الله عز وجل ذلك؟ ولماذا أعطاهم أموالا وزينة ليصدوا عن سبيل الله، ليضلوا عن سبيل الله؟ قال عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. فهناك خبيث مختلط بالطيب لا يظهر للناس، هو في علم الله عز وجل معلوم، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يحاسب العباد على ما ظهر منهم. لذا نقول: اختلاط الحق بالباطل، اختلاط المؤمنين بالكفار، اختلاط الطيب بالخبيث. الله عز وجل يقدر نفقة الكفار أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأن يعطيهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيله، ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، لأن الخبيث ينجذب ويميل إلى الخبيث. لام التعليل هنا شأنها عجيب: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. حكمة بالغة، يجعل الخبيث بعضه على بعض، تميز المواقف الخطيرة والحساسة التي تقع يترتب عليها تميز، انجذاب أهل الباطل للباطل، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لهذا زخرف القول الذي يغر به الناس ويبعدون عن الحق، قول مزخرف يبعدون به عن الحق ويضلون به، تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، ليرضوا هذا الباطل الزخرف من القول، وليقترفوا ما هم مقترفون، ويجعل الخبيث بعضه على بعض.
فيركمه جميعا فيجعله في جهنم والعياذ بالله. خطر عظيم الركون إلى الظلمة والرضا بما يفعله الظلمة والثناء على ما يفعله الظلمة ومدح الظلمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إليهم بموافقتهم على باطلهم، كما قال عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من يوافق على الباطل والعياذ بالله، ولو كان من أعبد الناس ولو كان رسولا من عند الله، لو ركن إلى الظلم وإلى الباطل ووافق على الباطل ولو شيئا قليلا، قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ونعوذ بالله، فكيف بمن ليس له حال الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الرسول وعبادة الرسول؟ هذا أولى بأن يبعد ويذاق أنواع العذاب، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. قال: فيركمه في جهنم، قال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. في سورة التوبة بيّن الله عز وجل من خصال المؤمنين ومن خصال المنافقين ما يتميز به حال كل فريق جليا واضحا، لأن الأمر خطير، أمر النفاق خطير، وكثير من الناس يظن دائما أن النفاق مستتر في القلب لا يظهر شيء منه، وهذا ظن غير صحيح. فالنفاق يظهر في الأعمال والأقوال. وقد ذكرنا من قبل ما ورد في سورة النساء من أوصاف المنافقين، وفيها جملة كثيرة من أوصافهم، وكذا في سورة المائدة. فذكرنا إرادة التحاكم إلى الطاغوت، وذكرنا اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والقعود معهم رغم استهزائهم بالدين وإقرارهم على ما هم عليه والسكوت على ذلك، وكذلك نصرتهم والقتال معهم. وذكر سبحانه وتعالى في سورة التوبة جملة كبيرة من صفاتهم. من ذلك، من صفات المنافقين، كراهية الجهاد في سبيل الله، وليس فقط عدم الجهاد لكن كراهية الجهاد. أعمال القلوب ذات أعمال القلوب هي ذات منزلة عظيمة عند الله عز وجل. أعمال الظاهرة قد تتشابه، قد يخرج المنافقون، خرج جماعة من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وثبت الله 80 منهم لأجل أنهم لو خرجوا في المسلمين ما زادوهم إلا خبالا. لكن كان في طائفة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يريدون استغلال غرته، غر منه وقت يتمكنون فيه من قتله. وقال الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا، أرادوا أن يلقوه من العقبة في أثناء الطريق، عقبة بين جبلين، أرادوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم منها فتخلصوا بزعمهم منه، وفشلت خطتهم بحمد الله. وكان عمار وحذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا في وجوه الرواحل ففزعوا ورعبوا، وأنجى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول: في الظاهر كانوا خارجين مع المجاهدين، وفي الظاهر وقع يعني قعدت طائفة من المؤمنين مع القاعدين عجزا. ما الذي افترقت فيه المنازل؟ بأي شيء افترقت المنازل؟ بأعمال القلوب. قال الله عز وجل من المنافقين، عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
أجعل الله عز وجل من يكره الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، من كرهوا ذلك كرهوا الجهاد من المنافقين. فهذه من علامات البينة التي يظهر بها النفاق، فكيف بمن يكره الجهاد من غيره ويكره اسم الجهاد ويكره حال وواقع الجهاد ويتمنى انتصار الكفار على المجاهدين للقضاء على هذا الصداع في أذهانهم والعياذ بالله كما يرونه، يتمنون القضاء على المجاهدين في سبيل الله ولو بانتصار الكفار، أمر ظاهر وبين، ولذلك يعاونون على المجاهدين وعلى الجهاد في سبيل الله. هذه علامة بينة، والله سبحانه وتعالى جعل من لا يحب الجهاد في سبيل الله أكثر من أهله وماله وتجارته فاسقا، فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عمل قلبي، لابد حتى وإن لم تجاهد لابد وأن تحب الجهاد كما تحب الله ورسوله، لأن الله عز وجل يحب ذلك، فلا بد أن تحب ما يحبه الله. لذلك كان عدم حب الجهاد وكراهية الجهاد من علامات النفاق والعياذ بالله. وأما المؤمنون فهم يحبون الجهاد في سبيل الله، وعلامة ذلك أنهم إن عجزوا عنه حزنوا وبكوا لأنهم لم يقوموا به، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا علامة صدق الجهاد، حب الجهاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم بتبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسه العذر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. فانظر كيف خرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا والعياذ بالله. وكيف أناس آخرون قعدوا بالمدينة وقد كتب الله لهم أجر المجاهدين، لتعلم أهمية عمل القلب، وأن الإنسان يكتب مع من أحبهم ومن رغب في عملهم ولو لم يعمل بمثل عملهم، خيرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذا نقول خطر عظيم الرضا بالظلم والنفاق وتولي الكفار والمنافقين والتبعية لهم ونصرتهم على المؤمنين، هذه معاني في منتهى الخطورة. طاعة الكفر والمنافقين باب خطير لا بد أن يحذر منه، لأن هناك من يروج لطاعة الكفرة والمنافقين ويسمي ذلك دينا ويزعم أنه يتدين لله به، يظن أن ذلك من الدين ويقول أنه يخلص لله بذلك ويتقرب إلى الله بذلك، وكل هذا لا ينفع عند الله عز وجل. هذا الزعم الكاذب وحقيقته لو كان صادقا لكان ضلالا، لأنه يتقرب إلى الله بما يكرهه فهو مبتدع ضال، لذا تحجب عنه التوبة
من أهل البدع والضلال الذي يتقرب إلى الله بطاعة الكفرة والمنافقين وتطويع الناس لهم والعياذ بالله. هذا باب خطير، وهو يراهم بالليل والنهار يصدون عن سبيل الله، يعمى عن ذلك، يعمي نفسه عن ذلك، لا يذكر إلا الفضائل التي يزعمون والمحاسن، وإن فعلوا شيئا كنحو قيامهم للصلاة كسالى وذكرهم القليل لله عز وجل ملأ به الدنيا مدحا وثناء، وقال انظر كيف يفعلون وكيف يقولون ونحو هذا، نعوذ بالله. والله حال عجيب وقع فيه أناس ينتسبون إلى العلم والدين وهم يروجون لطاعة الكفرة والمنافقين والعياذ بالله. خطر عظيم، ركون يخشى عليه أن يحشر معهم والعياذ بالله، وأن يكتب منهم لأنه راض بفعلهم. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فمن كان مع أناس بقلبه كان معهم يوم القيامة، المرء مع من أحب. ولذلك حب المؤمنين، حب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم ما يتقرب به أهل السنة إلى الله، يرجون أن يحشره الله عز وجل معهم وإن لم يعملوا بمثل عملهم، كما يقول أنس: فأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فنحن كذلك، الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالرافضة المجرمين، ومن عجيب ما نسمع أن أحدهم يعمل احتفالات بموت عائشة رضي الله عنها مبالغة في الكراهية والحقد والتهم الباطلة التي يتهمونها، علامة على حرمانهم والله، كهؤلاء الذين يحرقون المصحف، علامة على حرمانهم، مساكين عذبوا أنفسهم وهم لا يعرفون ما فيه، في الحقيقة لا يعرفون ما في القرآن، يريدون إطفاء النور، وعجب لهم. ونسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا. وهناك من يعني إنما ينكر على استحياء مثل هذه الأمور لأن الحرية عندهم مقدمة، وهناك من يقر مثل ذلك، نسأل الله العافية. وهذا أنواع من الكفر، نسأل الله أن ينجينا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.